مجمع الابتكار مسقط هو مشروع أول منطقة علمية في السلطنة، وهو أحد أبرز المؤسسات الداعمة للابتكار من خلال دعم المؤسسات المختلفة الحجم في توفير بيئة مناسبة للبحث والتطوير والاختراع. وتأتي مشاركة المجمع في برنامج شعلة GlassPoint للابتكار تطبيقاً لمهمتنا في تمكين المبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، وذلك لتحسين ابتكاراتهم وتفجيرها وتزويد السوق بمنتجات تقنية مبتكرة وحلول مستديمة. يساهم المجمع في البرنامج بتقديم الإرشاد والتوجيه التقني والإداري للمشاركين وتوفير بيئة حاضنات الأعمال وورش النمذجة الأولية. ندعوكم بالمشاركة في هذه التجربة المثرية. سارعوا بالتسجيل.